بنرحب بحضراتكم مرة تانية كابتن خالد. لو انت بترجع شريط الموسم اللي فات كده، هل في خطأ او حاجة انت عملتها ممكن تقول لا خالد انت ما كنتش عملت كده؟ ممكن الخبرات اللي كانت في الفرقة ما كانتش كتير، يعني ممكن تكون هي دي بس السبب في ال هل في بعض اللعيبة خذلتك؟ لا 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 لا، اللعيبة كلهم بذلوا مجهود كبير جدا يعني، لكن انا مش ما لومش حد فيهم يعني. انا قلت ان هم كان يعني اتطوروا، في ناس اول مره تلعب دوري ممتاز، ايوه فدي برضو يعني صعبه جدا عليهم يعني. اللعيب برضو على ما وقف على رجليه شويه والخضه بتاعت يلعب قدام انديه الشده كبيره، بتاعت طبعا انديه كبيره خدت وقت مننا شويه، خدت ايه وقت اللي حصل في ماتش بيراميدز الاخير. مش عارف يعني، ممكن تحس ان احنا ما جيناش الماتش يعني، من الماتشات السيئه جدا. وطبعا احنا في البدايه احنا طبعا اتحسب علينا ضربه جزاء في اول دقيقتين وضاعت، وبعد كده احنا انفردنا وضيعنا. بعد كده في حصل انهيار جامد يعني جدا في الفرقه يعني، بعد ما جابوا الجون الاولاني حصل انهيار يعني. ماتش ممكن تكون كمان ما كانش فيه يعني بيسموها يعني، انت يعني ماتش لو اي حاجه في الدوري، خلاص ماتش الفرقه خلاص يعني اللعيبه كانت ضمنت ضمن خلاص ان هم بالظبط كده. موجودين، ف يعني ما كانش بالظبط، فيه الدوافع بس الكبيره. حاله غريبه جدا يعني، حاله غريبه جدا للعيبه هو ما كانش يوم غزل المحله خالص الماتش ده خالص خالص. يعني، خالص خالص يعني. تقييمك لتجربه الفار في السنه اللي فاتت ايه يا كابتن خالد؟ هي مش وحشه. نجحت التجربه؟ طبعا، بس في حاجات يعني انا كنت بحس كده للفار يعني، فيها في حاجات بتتحسب ما تتحسبش يعني، وفي يعني بحس ان ممكن الحكم يروح عايز يمشي اللي في دماغه يعني، ممكن يكلمه وخلاص. وانا يعني انا اتحسب عليا السنه دي اكتر من 9 او 10 ضربات جزاء يعني، رقم كبير جدا يعني. في حاجات فيها ما تتحسبش خالص يعني. يعني انا حتى في ماتش سيراميكا الكوره اقول لك جت في ايد اللاعب بتاعنا فعلا، بس انا راجل النهارده اللاعب سيراميكا على الارض، وانا يعني انا شفت الكابتن ياسر عبد الرؤوف في قناه الزمالك وهو بيحلل قال لك دي مش بلنتي، الراجل بيشوط واللعيب بتاعنا واقف قدامه، جت الكره في ايديه وطلع بره ال 18 مش داخله جوه، ايوه ونايم على الارض بيشوط، راح جت في ايد اللاعب عندنا ضربه جزاء في الدقيقه كام؟ في الدقيقه الاخيره. بتشوف ان اللعيبه كابتن خالد في النص التاني من الموسم ابتدت تشغل بالها اكتر بالانتقال السنه الجايه وتروح انديه ايه وكده، اثر شويه على يعني اوضه اللبس ده في غزل المحله؟ بنسبه كبيره جدا، بنسبه كبيره جدا. هنقول لحضرتك حاجه، في لعيبه يعني كانت الاول انت لما تيجي تتكلم معاها بيستجيب وكده، في لعيبه خلاص بقت عارف انت متعالي مش عاجبكم خلاص همشي يعني. وحصلت يعني، انا يعني حسيتها في لعيب يعني، خد بالك انا خلاص انا معلش لعيب كوره برضه كابتن خالد وفاهم بس وقديم مشكله وعارف. ايوه مشكله الوكاله في لما بيصطادوا يعني، مثلا فرقه زي غزل المحله، زي اسوان، زي الانتاج، بيشتغلوا اللعيبه بطريقه مش ممكن يعني. المفروض انت مثلا النهارده يا اخي خلي لما الدوري يخلص اتكلم مع اللعيبه شوف، لكن النهارده ما تجيش النهارده تقول له ده الاهلي عايزك، ده الزمالك عايزك. في اوقات بيقولوا اللعيبه كده ومفيش عروض ولا حاجه. طب توقعاتك للغزل السنه الجايه يا كابتن خالد؟ يعني ايه الفرقه محتاجه ايه؟ توقعاتك ليها ايه؟ انا نفسي يعني ان شاء الله الاداره تساعد الكابتن مختار ويبقى تدعيمات قويه بحيث ان نعمل تيم بقى محترم. الكابتن مختار جدير اللي هو يعمل الحاجات دي يعني، وترجع المحله لمكانها الطبيعي وسط الكبار وفي مركز كويس، وان شاء الله يحققوا المركز، يخشوا المربع الذهبي ان شاء الله.